البشرية لأول مرة كما يقول الفيلسوف المسلم رجاء جارودي، لأول مرة في تاريخها أصبحت مقتدرة متمكنة أن تقرر مصيرها أيها الإخوة، وأن تضع حدا لمسيرتها. الآن الإنسان بوسعه أن يفني نفسه، أن يفني هذا الكوكب. لو أطلقت الأسلحة الذرية أيها الإخوة والهيدروجينية المتوفرة اليوم، عشر هذه الأسلحة كفيل أن يشظي كوكبنا هذا إلى 1,000,000,000,000 شظية في الكون. ينتهي كل شيء. لأول مرة الإنسان وصل إلى هذه الدرجة. قد يفعلها العلم، قد يفعلها أيها الإخوة العلم، على أساس أنه الممول بالتقنيات. أما السياسة، أما السياسة فلها القول النهائي في هذا الأمر، بالأحرى مجانين السياسة. حين سئل العالم الكبير ألبرت أينشتاين كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة، قال الثالثة لا أستطيع أن أجزم كيف ستكون، أما الرابعة فأعرف. قالوا كيف؟ قال بالأخشاب بالعصي، لأن الثالثة ستفني الحضارة الإنسانية، ستسدل السطاح على كل المسيرة الحضارية الإنسانية. سيعود الإنسان إلى ما قبل 100,000 أو 200,000 سنة، أكثر بدائية من البدائية ذاتها. سيتحارب الناس بالحجارة والعصي، يقول أينشتاين. نعم قال أعرف. الرابعة أعرفها، الثالثة لا أعرف. كانت الحرب الأولى العالمية الأولى هي حرب الكيميائيين كما يقولون، وقد زعم لها أنها الحرب التي ستضع حدا لكل الحروب، كما زعم لحرب أكتوبر طبعا بين العرب وإسرائيل. الحرب الثانية العامة أو العالمية الثانية كانت حرب الفيزيائيين، القنبلة الذرية. الحرب الثالثة الله وحده أعلم ستكون كيف، نسأل الله ألا تقوم. لكن الوقائع أيها الإخوة تؤكد أننا ربما نسير في هذا الطريق للأسف الشديد، للأسف الشديد.